تناخذوا هذا الاعتصام لليوم 17 اليوم 17 يوم احنا واخذين هذا الاعتصام ضد رئيس جماعه الهرويين. هذا الاعتصام مفتوح لتطبيق القانون في حق السيد رئيس الماده 64 لانه ارتكب عده خروقات ومن ضمن الخروقات اولا كنا درنا واحد الدوره استثنائيه درناها تقريبا هذه شي سنه ونصف عطينا باش نديروا الدوره الاستثنائيه درناها لزوما خاصه تنعقد لزوما لان بالاغلبيه المطلقه درنا طالبناه بدوره استثنائيه بالاغلبيه المطلقه ما درجعش لينا السيد الرئيس وصلنا معاه راسلنا عاود استفسر السيد العامل في هذا الباب راسلنا عاود مشينا معاه المحكمه الاداريه ربحناه ابتدائيا عاود ربحناه استئنافيا عاود جات السنه الثانيه طلبنا ليه عاود الدوره الاستثنائيه مره اخرى ثاني رفض باش يدير لنا الدوره الاستثنائيه والمشكل ديال الدورات الاستثنائيه كانوا في صالح المنطقه. احنا اليوم تناخذوا هذا الاعتصام كمعارضه لعدة مشاكل أخرى غير القانون اللي هو تكلمنا فيه عدة مشاكل منها الأزبار المتراكمة منها الإنارة لأن لجينا نطالعوا شي بعض المناطق هنا عندنا مازال تضوي بالشمع هذا وضع كارثي سنتين دوز في هاد الولاية الجديدة ودوز عاود ثاني سنتين في الولاية القديمة والولاية القديمة كنا تابعناها عاود ثاني طالبناه يا ربي رفض لنا دورة عادية فكيف يعقل أن إنسان غادي ضد القانون التنظيمي ديال الجماعات المحلية. اليوم احنا تناخذوا مرة أخرى نقول لك تناخذوا الاعتصام لعدة أسباب من ضمنها كيف نقول لك الماء راه ما توفرش الضوء راه فيه مشكل الأسباب المتراكمة الوضع يعني الوضع كارثي لحد الساعة الوضع كارثي والدورة الاستثنائية واحد مؤخرا كانت جات واحد النقطة كان صيفط السيد والي جهه وضربوا على عياد السيد العامل باش ندرجوا واحد النقطه ديال توزيع الماء والكهرباء كانوا حدثوا السيد الرئيس ما جاش ما حضرش تخيل ان الرئيس ما حضرش للدوره الاستثنائيه وتيرسل لنا في الواتساب شهاده طبيه في الواتساب الكاتب المجلس الموظف كاتب المجلس الموظف ما رسلوش الكاتب ديال الجماعه لهذه الاسباب هذه كلها خروقات في حد ذاتها. لهذا احنا تنطالبوا السلطات المحليه والسلطات الوصية باش يشوفوا هذا الوضع اللي احنا تنعيشوه اليوم اللي هو 17 وحنا واخدين اعتصام مفتوح ليلة نهار بمقر الجامعة. لهذا انا تنطلب من السلطات ولولا السلطات المحلية لما كنا في مشاكل كبيرة تنتخبطوا فيها هنا في هذه المنطقة. احنا تنشكر السيد العامل من هذا المنبر السيد باشاوية الهراويين القياد اللي موجودين عندنا هنا في المنطقة أنا تنشكر جميع يعني ما عندناش مشكل مع السلطات المحلية المشكل عندنا في رئيس جماعة ديال الهراويين هو اللي عندنا فيه المشكل